وللتوضيح فلنشبه هذا العقل بالأب، إذا كان علمه صحيح الآن بدأ يأمر الأم بأوامر صحيحة التي هي هذه القوة العاملة التي هي بما يسمى النفس التي فيها الخواطر ووساوس الشياطين فيبدأ الآن يأمرها وينهاها ويبدأ بضبط هذه النفس بمخالفات ليهذبها وبمجاهدات في الطاعات ليسيطر عليها. ولنعتبر أن القوة الغضبية هي هذا الولد الذي يرسله الأب في لدفع المضار عن هذا البيت، ولنعتبر أن هذه البنت هي القوة الشهوية التي تقوم بترتيب هذا البيت والطبخ وإلى ما يتبع ذلك. فإذا الأب الذي هو العقل كان علمه صحيح وبدأ يصدر الأوامر للأعضاء وللقوة الشهوية والغضبية بمخالفة النفس في المباحات والمحرمات والمكروهات ويجاهد النفس بالطاعات ويجتهد عليها بسماع الترغيب والترهيب، هذه النفس هذه الأم التي في البيت صارت مطيعة لزوجها، وصارت هذه الأم تأمر الولد الذي هو القوة الغضبية بأوامر صحيحة، وتأمر البنت التي هي تدبر هذا المنزل وتعين بأوامر صحيحة. ولكن إذا هذه النفس التي هي الأم سيطرت على الأب صارت تأمر الولد بأمور فاسدة، ليضرب، ليؤذي، وصارت تأمر البنت بأوامر فاسدة أن تقوم بأعمال قبيحة. وحتى لو كان الأب فيه العلم الصحيح ومنضبط انضباط صحيح والأم هي المسيطرة سيطرت على القوة الشهوية والغضبية، والقوة الشهوية والغضبية تبعث الأوامر إلى الأيدي والأقدام والسمع والبصر فيصبح هذا البدن فاسد. وإذا العقل سيطر على هذه النفس وهذه النفس صارت مطيعة له وتشير إلى القوة الغضبية والقوة الشهوية بإشارات صحيحة صارت الجوارح كالأيدي والبصر والسمع يعملان فيما يرضي الله سبحانه وتعالى إدراكا وعملا. هذا توضيح عام عن قوى النفس وعلاقتها ببعضها البعض وآلية العمل والسيطرة على هذا البدن وعلى هذه النفس والقوة الشهوية والقوة الغضبية.